سنعمل اليوم بأداة الإنترنت مخططات جوجل شارتس. تعتبر مخططات جوجل أداة مفيدة لنشر بعض بياناتك بشكل سريع وهي مجانية. تسمح الجماليات البسيطة للعروض المرئية هذه بأن تكون مناسبة لإيصال جميع أنواع البيانات، من مجموعة البيانات المسلية والمرحة إلى مجموعة البيانات الأكثر جدية. تفيد مخططات جوجل أيضاً في فهم عملية العرض المرئي للبيانات، لأنها توجهك بدقة نحو بعض القرارات المعيارية التي عليك اتخاذها لإنشاء العرض المرئي للبيانات بطريقة سهلة الفهم للغاية. سنخوض في عملية معالجة مجموعة بيانات متوسط العمر المتوقع التي نعمل عليها في الصف، وسوف نستخدم جداول جوجل شارتس لنعرضها مرئياً تبعاً لنقطة تركيزنا الافتتاحية. لقد قمت بتسهيل الأمور نوعاً ما، وقمت بتضييق طرق العرض المرئي المحتملة لتشمل طرقنا التنظيمية الثلاثة: الوقت والموقع والفئة. إذا نظمت حسب الوقت سننشئ مخططاً خطياً، إذا نظمت حسب الموقع سننشئ خريطة أو المخطط الجغرافي كما يسمى هنا، وإذا نظمت حسب الفئة أي بحسب اسم البلد سننشئ مخططاً شريطياً. لذلك دعونا نبدأ. أولاً، لبدء تكوين مخططك اذهب إلى نسخة الجدولة التي تعمل عليها في الصف. سنبدأ أولاً بعمل مخطط خطي. إن العمل بجداول جوجل شيتس لإنشاء مخطط هو أمر سهل نوعاً ما. أولاً، قم بتظليل كل بياناتك التي تريد أن تستخدمها في مخططك. وحتى الآن المخطط الخطي الذي هو كل شيء هنا يستثني العنوان واللون والترميز والمصدر، لذلك سأظل ذلك فقط الآن. على ما تم التظليل اضغط على أيقونة المخطط في شريط الأدوات العلوي. إذن هذه هي أيقونة المخطط، وعندما أضغط عليها سينبثق محرر المخطط. هناك شيء آخر في الواقع يجب تذكره، دعني فقط أنقل هذا جانبا، ألا وهو تضمين العناوين في أعلى الجدول. لذلك تذكر تضمين البلد والسنوات عندما تظلل. حسناً، الآن نحن في محرر المخطط، وهذا كل شيء تحتاجه لإنشاء عرض مرئي للبيانات. لذلك لديك علامات تبويب مختلفة قليلة هنا في محرر المخطط. لديك علامة التبويب البداية وعلامة التبويب المخططات التي تضم طرقاً أخرى للعرض المرئي للبيانات إذا أردت أن تنظر هنا، ولديك أيضاً علامة التبويب التخصيص، حيث يمكنك تخصيص اللون ونمط الخط والعنونة لمخططك. لكن أولاً سنعود إلى مقطع البداية ولعمل المخطط الخطي هذا. أول ما يجب فعله هو اختيار هذا الصندوق هنا الذي يقول استخدم السطر الثالث كعناوين رئيسية. يضمن هذا الإجراء بأن بياناتك تعنون حسب الجدول، لذا فأنت تعلن مخطط جوجل فقط بأنك تريد عنونة الأردن وتركيا ومصر كدول، وأنك تريد عنونة الأرقام كأنها تحدث في عام محدد. ويمكن أن ترى ذلك عندما تشغله وتغلقه. يتغير هذا المخطط الذي هو عرضك التمهيدي لما سيبدو عليه مخططك، لأننا نساعد مخططات جوجل كي تعرف كيفية تنظيم البيانات. من الخصائص الجميلة في مخططات جوجل هو أنها غالباً ما تقترح طريقة العرض المرئي المناسبة لبياناتك، كما يظهر على الشاشة الأولى في الأسفل هنا المخططات المقترحة. على أي حال، أنا أبحث عن طريقة أخرى للعرض المرئي، المخطط الخطي، لأنني أقوم بالتنظيم حسب الوقت. لذلك سوف ألقي نظرة على العروض المرئية الأخرى لأرى إذا ما كان بإمكاني إيجادها باختيار زر المزيد. لذلك إذا ضغطت على زر المزيد سينقلني لعلامة التبويب الثانية، هذه هنا، وبإمكاننا رؤية الخط على اليمين في الأعلى، وهذا مثالي بالنسبة لي، ولذلك سأختار طريقة العرض المرئي للبيانات هذه. حسناً، لقد اخترت المخطط الخطي كطريقة للعرض المرئي، وسوف تشاهد هنا بأنه حتى في المخطط الخطي يوجد أساليب وخيارات مختلفة للعرض المرئي بإمكانك اختيارها. على الرغم من اعتقادي أنه خيارنا الأفضل لأغراضنا،
أعتقد بأنه رائع وواضح، وأظن بأنه سيوصل بالفعل الموضوع الذي أرغب بطرحه باستخدام طريقة العرض المرئي. كما ترى في الأسفل هنا، تستطيع أن تختار طرق العرض المرئي الأخرى بالطبع. لذلك إذا أحببت، فقط ألقي نظرة على هذه الطرق المختلفة، وثم اختارها وشاهد كيف تؤثر على مجموعة بياناتك. تستطيع أن ترى أن هناك اختلافات قليلة تبدأ بالظهور عندما تختار طرق العرض المرئي المختلفة. الآن عندما تضغط على طرق العرض المرئي المختلفة هذه هنا، يمكنك الضغط على بعض منها مثل المخطط الدائري، وفي حال اختيارك له سينبثق رمز تحذيري صغير مثل الذي تراه هنا، وهذا يعني بأن جوجل ألقى نظرة على بياناتك ولا يظن بأن البيانات نظمت أو أنشئت بالطريقة الصحيحة لتنشئ هذا العرض المرئي. لذا فإن طرق العرض المحددة تناسب أنواع مختلفة من البيانات، وبياناتك لا توافق هذه الطريقة. فيما يتعلق بمجموعة بياناتك التي نعمل عليها الآن، فإن المخططات الدائرية أو أي نوع آخر من مجموعات البيانات المعتمدة على الحصص لن تجدي نفعاً. من فوائد جوجل أن باستطاعته إخبارك عن ذلك، ولن يدعك تختار هذا الخيار. قمنا بإلقاء نظرة على بعض طرق العرض المرئي المختلفة، ولكن نعود الآن إلى المخطط الخطي ثانية. هذه هي طريقة العرض المرئي التي أريد، ولكن بياناتي لم تنظم كما ينبغي، فهي تظهر بأن الخطوط هنا تمثل الأعوام، في حين أريدها أن تمثل البلدان في عرض المرئي، لذلك علي أن أصلحه. لإصلاح هذا الخطأ يمكن العودة إلى البداية والنظر إلى بعض مربعات الاختيار هذه ثانية لمشاهدة ما الخيارات الإضافية المتاحة لي في المخطط الخطي. إذا ألقيت نظرة على هذه الخيارات هنا، أعتقد أنه بإمكاني معرفة أين تكمن المشكلة في عرض المرئي. لذا عندما تفعل هذه الخيارات المختلفة وتبطل تفعيلها، بإمكانك ملاحظة التغييرات في العرض المرئي هنا على اليمين. عندما أفعل خيار تبديل الأسطر والأعمدة، بإمكاني مشاهدة العرض المرئي يتغير. لذلك عند تفعيل هذا الخيار يصبح الخط المرئي في العرض المرئي ممثلاً للبلد بدلاً من السنة، وهذا ما أردته. حسناً، أصبح المخطط الآن أقرب قليلاً لما أريده، لكنه ما زال ليس صحيحاً تماماً، لذا يجب علي أن ألقي عليه نظرة أكثر تعمقاً الآن. سألقي نظرة على الخيارات الأخرى هنا، والخيار الوحيد الذي لم أتفقده بعد هو استخدم السطر الثالث كعناوين. عندما أختاره سيتغير عرض المرئي بشكل كبير جدا، وهذا هو العرض المرئي الذي أبحث عنه. بمجرد اختيار استخدم السطر الثالث كعناوين فقد حدث الآتي. عندما يكون الخيار غير مفعل، يظن المخطط بأن السطر الثالث في الجدول ها هنا يمثل نقطة البيانات الخاصة به. يحمل الخط الموجود هنا عنوان البلد، وهذا الأمر غير صحيح. لذا عندما نختار أن تقوم مخططات جوجل باستخدام هذه المعلومات للعنونة بدلاً من استخدامها كنقطة بيانات، سيعود المخطط وينظم جميع البيانات ليعطيني هذا الشكل. إذن هذا ما أردته. أود في المقابل أن أعدل الانطباع المرئي لهذا المخطط قليلاً. غير الألوان بحيث تتناسب مع ألوان جمعية التأييد. كما أود أيضاً أن أسلط الضوء على العراق ضمن عرض المرئي لأتأكد بأن المشاهد يلاحظ بأن متوسط العمر المتوقع ينخفض. والشيء الآخر الذي علي القيام به هو التفكير في التعليقات والعناوين، وهذا ما سأفعله الآن. لكي أخصص اللون وعناويني في هذا المخطط، يجب أن أذهب لعلامة التبويب تخصيص، لذا سأنقر على هذه الآن.
يفيد التخصيص في توفير العديد من الطرق المختلفة لتعدل مخططك. لذا حاول تجريب كل هذه الخيارات لترى كيف تعمل. هناك العديد من الخيارات المختلفة التي يمكنك استخدامها لتجعل عرضك المرئي تماماً كما تريده. لتخصيص عرضي المرئي، فأن أول شيء سأفعله هو إعطاؤه عنواناً. وقد قررت أن أعنون هذا العرض المرئي. يمكنك كتابته في القسم الذي يتيح خيار العنوان ضمن علامة التبويب تخصيص. سأضع له العنوان تأثير حرب العراق على الحياة. وقد قررت عنوان عرض المرئي كهذا فقط للتذكير المشاهد بأني قد أنشأت هذا العرض المرئي ليسلط الضوء على كيفية انخفاض توقع متوسط العمر في العراق. بعد العنوان في علامة تبويب التخصيص ستجد المصطلحات، وهذا يعطيني الخيارات لأقرر أين أود أن أضع مصطلحاتي في عرض المرئي. في مجرد اختيار هذه القائمة المنسدلة يصبح من الممكن وضع المصطلحات في الأسفل، أو بإمكاني وضعها في الداخل، كما يمكنني التخلص من المصطلحات إذا لم أردها. على أي حال، أعتقد بأنني سأحتفظ بها في هذا العرض المرئي، لكن أظن بأنني سأضعها على الجانب الأيمن من الصفحة. يمكنكم رؤيتها هنا في حال احتاج أي منكم لمعرفة ماذا تمثل كل هذه الألوان. من الأشياء الجميلة أيضاً في مخططات جوجل هو ذلك الشيء المضمن في العروض المرئية التفاعلية. عندما تمرر مؤشرة الفأرة فوق الخطوط المختلفة هنا، ستكون قادراً على أن ترسم اسم البلد والبيانات الواقعية والعام. وهذا مفيد حقاً لأنه يضمن بأن البيانات تكون دائماً متاحة. بعد ذلك ستجد أسفل المصطلحات نوع الخط، وهنا يمكنك اتخاذ قرار فيما يخص نمط الخط لعرضك. ويوجد هنا اختيارات جيدة على الرغم من أنها محدودة أكثر من مجموعة الخطوط المتنوعة التي تستخدمها في الأجزاء الأخرى من جوجل مثل مستندات جوجل وهكذا. وبما أنني أنشئ عرضاً مرئياً لجمعية التأييد، فقد اخترت هذا الخط سانس سيريف لأني أعتقد بأنه يناسب العلامة التجارية لجمعية التأييد إلى حد كبير. هو أفضل خيار بسبب هذه المجموعة المحدودة من الخيارات هنا. وقد اتخذت هذا القرار أيضاً من أجل الخلفية. سأبقي الخلفية بيضاء على الرغم من أنك تستطيع أن تغير اللون للون آخر مثل الرمادي أو الأصفر أو أي لون يناسب علامة المنظمة إذا فضلت ذلك، ولكن سأبقي لون الخلفية أبيضاً. بعد ذلك أود أن ألقي نظرة على عناوين المحاور. تمام هنا. إذن ماذا يجب علي أن أضيف كي أضمن بأن الناس يستطيعون قراءة العرض المرئي لبياناتي وفهمه؟ حسناً، إن الطريقة التي أغير بها هذه العناوين هنا تتطلب التمرير أكثر للأسفل في شريط التخصيص حتى نصل لقسم المحور. وقد اخترت عنوان المحور الأفقي أولاً، ولهذا سأغير هذا العنوان ليصبح السنوات، بما أن ذلك هو ما يتم تمثيله هنا بهذا المحور. ومن ثم يجب أن أعيد عنوانة محوري العمودي الأيسر، لذلك سأختار ذلك بالذهاب إلى هذه القائمة المنسدلة. وسوف أبدل العنوان إلى متوسط العمر المتوقع. ومن ثم سأضيف بين قوسين الأعوام، طالما أنه قائم على السنوات ولكنها مختلفة قليلاً عن نوع العام بالأسفل. ومن ثم سأنقر على زر الدخول، ومن ثم يمكن رؤية هذا العنوان قد انبثق هنا أيضاً. بإمكانك أيضاً تغيير تنسيق نمط الخط لكل العناوين الموجودة في العرض المرئي برمته.
أود إظهار هذه العناوين بشكل أكبر، لذا سأجعلها بالخط العريض. سأطبق ذلك على المحور العمودي اليساري وبعد ذلك على المحور الأفقي. أعتقد أن هذين العمودين أصبحا ظاهرين أكثر من هذه الأرقام، ولذا هذه الأجزاء الثلاثة من العرض المرئي تبرز بأكبر شكل. وأعتقد أن هذا جيد لمساعدة المستخدم على معرفة أين يبحث عن المعلومات ليتمكن من تفسير العرض المرئي. الآن أود أن أغير ألوان خطوط بلدي، جعل العراق يتميز عن الباقي. لذا سأمرر نحو أسفل شريط التخصيص هذا وصولاً إلى السلسلة، وهنا ترد جميع البلدان، لذا يمكنك أن تراها في القائمة المنسدلة. هذا جزء معقد قليلاً، ولكن هنا سأغير لون جميع البلدان إلى اللون الرمادي ما عدا العراق الذي سيأخذ اللون الأزرق الفاتح. Okay, so I've changed my colors here. So Iraq is this blue line here. And for your chart, remember that color has meaning in a data visualization. Are there any colors that you think you shouldn't use here because of the color's inherent connotations? Also remember that if you're using different colors to differentiate between different types of data, then make sure that the colors are different enough to tell apart. When I'm done with this, I'll press Insert and the chart will show up in my spreadsheet. And here it is. بإمكانك أيضا تمديد المخطط لجعل كل البيانات تظهر بشكل أفضل، وهذا ما سأفعله الآن. سأجعل هذا المخطط أطول قليلا. حسناً، وهذا مخططي قد انتهى. الآن ماذا لو أردت أن تنظم بياناتك حسب الموقع أو حسب البلد؟ سأريكم الآن كيف تصنعون خريطة بياناتكم، لذا سأنقل هذا المخطط للحظة. ظلل كلاً من عمود بلدك والسنة الواحدة التي تريد أن تمثلها على خريطتك. ولا تظلل هذه العناوين في الأعلى، بل تلك الموجودة تحت الخط الرمادي فقط. ومن ثم اضغط على زر المخطط في شريط الأدوات. اطلب مشاهدة المزيد من العروض المرئية واختر الخريطة. لديك اختياران حول كيفية العرض المرئي لبياناتك على الخريطة، مستخدما الفقاعات أو الاكتفاء بملء البلد بلون. ماذا تفضل؟ أحب نسخة الفقاعات جدا لأنها تستخدم الحجم واللون لنقل متوسط العمر المتوقع بدلا عن اللون فقط، لذا سأختار ذلك ومن ثم أذهب للتخصيص. أولاً سأختار المنطقة التي تظهر منطقة منب بشكل أفضل. يبدو أن أفريقيا تظهر منطقتنا بأفضل شكل، لذلك قررت أن أختارها. ثم سأختار لوناً لأقل قيمة وأوسطها وأكبرها لتوضيح الفرق في توقع متوسط العمر مستخدماً اللون. لذا كلما كان اللون أغمق كلما كانت القيمة أعلى. سأغير هذه الألوان لأشرح هذا. سأستخدم الألوان المتعلقة بعلامة جمعية التأييد التجارية أيضاً.
لا يقدم هذا المخطط الكثير للتعامل مع التعليقات. لذلك أعرف أنني إذا رغبت بنشر المخطط على موقع إلكتروني يجب أن أضيف تعليقاتي الإضافية الخاصة بي. على أي حال، إذا مررت فوق الفقاعات سيظهر لك عنوان للبيانات. الآن أنت جاهز تماماً، لذلك أنقر إدراج. ها هي خريطتك. الآن سأريك كيفية عمل مخطط شريطي ببياناتك. لذلك سأنقل هذه الخريطة للأسفل أيضاً. أولاً ضلل كل البيانات كما فعلت في المخطط الخطي، وبعد ذلك انقر على زر المخططات. استخدم السطر الثالث كعناوين رئيسية، وبعد ذلك ألقي نظرة على المخططات المقترحة في الأسفل واختر المخطط الشريطي. بعد ذلك اذهب إلى التخصيص وغير الألوان وأضف العناوين وعنوان المخطط كما فعلنا في المخطط الخطي. العنوان سيكون عنوان الجدول. والتعليقات ستكون نفسها. وسأجعلها بالخط العريض. الآن سأغير الألوان لتناسب علامة جمعية التأييد التجارية باستخدام الأزرق لإلقاء الضوء على 2010. كل شيء آخر سيكون بالفضي. وقد اخترت إلقاء الضوء على البيانات الأكثر حداثة وإبقاء السنوات السابقة في الفضي كسياق. And keep the previous years in gray as context. And then press insert. وبعد ذلك أنقر على إدراج. وهذا كل شيء. لقد أصبح لدينا مخطط شريط. لقد انتهينا. هذه هي الخيارات الثلاثة للعرض المرئي للبيانات. آمل بأن ذلك لم يكن صعب المتابعة، وأنكم تمكنتم من عمل عرض مرئي ناجح لمجموعة بياناتكم. فيما يلي سنمر على كيفية حفظ هذه العروض المرئية ونشرها على الإنترنت.